السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله تعالى هناخد مع بعض مراجعة على مادة التربية الدينية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. هيا بنا نقرأ معا الأسئلة ونجيب عليها. قال الله تعالى في سورة لقمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ما معنى وهنا؟ وهنا معناها أحسنتم ضعفا. ما المراد بفصاله؟ أحسنتم توقفي عن الرضاعة. عن أي شيء نهى لقمان الحكيم ابنه في هذه الآيات وبما أوصاه؟ نهاه عن الشرك بالله، فقال يا بني لا تشرك بالله، فمن يشرك بالله يظلم نفسه. وأوصاه بالوالدين، فلو كان مشركين فلا يطعهما في معصية الله، ولكن يحسن إليهما لأنهما تعبا في تنشئته. وصايا لقمان لابنه، يأتي في الامتحان يقول لك اذكر بعض وصايا لقمان لابنه، يجب أن تحفظ هذه الوصايا. عدم الشرك بالله عز وجل. رقم 2، بر الوالدين وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. وطبعا الصبر يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر على عدم معصية الله، والصبر على القدر خيره وشره، وعدم التكبر على أحد، وأن يتحلى بآداب الحديث فيخفض صوته ويعتدل في سيره. وجاء في الآيات أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ويعلم كل شيء، وسيحاسب الإنسان والعباد على كل صغيرة وكبيرة. قال الله تعالى في سورة الإنفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طبعا معنى قوله تعالى انفطرت أي انشقت عند قيام الساعة، وانتثرت معناها تفرقت، وفجرت أي فتحت جوانبها فصارت بحرا واحدا. ثم قال وإذا القبور بعثرت، بعثرت أي فتحت وخرج من فيها من الموتى. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. غرك، العبادة هي طاعة الله في كل ما يحبه الله من أقوال وأفعال، أحسنت، قول أو فعل، وهي تحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. طيب، نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لأنه المستحق للعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن، أحسنت. الود، ما هو الود؟ هو الفعل الجميل الناتج عن الحب أو الشعور بالحب. القرآن هو كلام الله ومن معانيه الجمع. وقد يأتي لك سؤال في الامتحان يقول
ما هي أسماء القرآن؟ ما هي أسماء القرآن التي تعرفها؟ أو أذكر بعض أسماء القرآن. طبعا من أسماء القرآن الكتاب، وكذلك الفرقان، والذكر الحكيم. النية هي القصد والتعيين، أحسنتم، وطبعا محلها القلب. طيب، وما هي الرخصة؟ الرخصة في الإسلام أو في الشرع هي التخفيف والتيسير. يتودد الله سبحانه وتعالى لعباده بشيئين، أحسنتم، النعم وخلق الود بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الله، أحسنتم، لما يغدوكم من نعمه. ومعنى يغدوكم يعطيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ونقط إلى الجمعة، أحسنتم، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، أو كفارة لما بينهن، ما لم، أحسنتم، تغشى الكبائر. انتبهوا جيدا، الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، وتتصف هذه الصفات وهذه الأسماء بالكمال وعدم النقص. من أسماء الله تعالى القدوس، والقدس هو الطهارة. ومن معاني اسم الله القدوس: المنزه عن كل عيب ونقص، الموصوف بالكمال. نحيا باسم الله القدوس في حياتنا بأن، أحسنتم، نرى الكمال في صنعه وفي كل شيء خلقه، فلا نحتقر مخلوقا، فلا نحتقر مخلوقا. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: خلق الله الإنسان لجمع المال أم للعبادة أم عقاب المجرمين؟ أحسنتم، العبادة. واجب الإنسان نحو نعم الله سبحانه وتعالى أن يعدها، طبعا لن يستطيع أن يقوم بعد نعم الله سبحانه وتعالى، ينكرها، يشكر الله عليها، أحسنتم، يشكر الله عليها. من يراعون حق الله وحق الناس هم الأبرار، الفجار، كل الناس، الأبرار. مشاهد يوم القيامة تكون يسيرة على المؤمنين، الكافرين، كل الناس، أحسنتم، المؤمنين. يأتي في الامتحان يقول: يراقب نقط أفعال الناس، ملائكة العذاب، الأنبياء والرسل، الكرام الكاتبون. أحسنتم، الكرام الكاتبون بأمر من الله سبحانه وتعالى يراقبون أفعال الناس. يوم الدين هو يوم سداد الديون، القيامة، عرفة، أحسنتم، يوم القيامة. من أحكام النون الساكنة، طبعا أحكام النون الساكنة والتنوين عندنا الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء. من أحكام النون الساكنة والتنوين: القلقلة أم المد اللازم أم الإقلاب؟ أحسنتم، الإقلاب. حروف الإدغام مجموعة في كلمة، أحسنتم، يرملون. تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما إذا جاء بعدها حرف الياء أم حرف الفاء أم حرف الباء؟ أحسنتم، حرف الباء. من حروف الإظهار: الحلقي، الغين، اللام، النون. أحسنتم، الغين. طبعا حروف الإظهار الحلقي هي حروف الحلق، سميت بالإظهار الحلقي لأنها تخرج من الحلق. فإذا جاءك سؤال يسأل عن حروف الحلق فستذكر حروف الإظهار، اتفقنا؟ من يطع الرسول، من يطع الرسول. طيب، هنا عندنا حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. أولا نبحث عن النون والحرف الذي بعدها، نبحث عن النون الساكنة أو التنوين والحرف الذي بعدها. عندنا من يطع، طب هذا حكمه الإقلاب أم الإدغام أم الإخفاء؟ أحسنتم، الإدغام. وهنا إدغام بغنة، فنقول
من يطع الرسول. اتفقنا؟ يبقى إدغام بغنة. فعال لما يريد. هنا عندي حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، نبحث عن التنوين. أحسنتم، التنوين والحرف الذي بعدها أو بعده، فنجد أن الحرف الذي بعد التنوين هو اللام. هنا إظهار حلقي أم إدغام بغنة أم إدغام بغير غنة؟ أحسنتم، إدغام بدون غنة. فنقول فعال لما يريد، فعال لما يريد بغير غنة. لعلو قدر نقط كانت العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء بدون وحي. لعلو قدر الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء بدون وحي في رحلة الإسراء والمعراج. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم تأكيدا لخضوعنا تسليمنا لله، كلاهما معا. أحسنتم، كلاهما معا. الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين في الصلاة بقدر ركعة واحدة أم تسبيحة واحدة أم آية واحدة؟ أحسنتم، الاطمئنان يكون بقدر تسبيحة واحدة. نزل القرآن الكريم مفرقا خلال نقط عاما. أحسنتم، 23 عاما. الصلاة نقط على كل مسلم عاقل بالغ. سنة أم فرض أم مستحبة؟ بالطبع فرض. معنى الصلاة لغة الدعاء أم القوة أم المحبة؟ نعم، الدعاء. من معاني الصلاة في اللغة الدعاء. بالصلاة يكف الإنسان عن العبادة الدعاء الفحشاء والمنكر. أحسنتم، الفحشاء والمنكر. فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. من الواجب على أفراد المجتمع الدفاع عنه أم الشعور بالأمان أم اختيار الدين؟ نعم، الدفاع عنه. نظمت الصحيفة العلاقة بين سكان المدينة على أساس الدين أم النسب أم الجوار؟ الجوار. هدفت وثيقة المدينة إلى تنظيم التعامل، تنافس الأفراد، سيطرة المسلمين. تنظيم التعامل إلى، هدفت وثيقة المدينة إلى تنظيم التعامل. أحسنتم. الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين تدعو إلى رفض تقبل ظلم الآخرين. نعم، تقبل الآخرين. طبعا هنا يوجد كلمة محذوفة وهي كلمة الآخرين، فتكون الإجابة تقبل الآخرين. أحب الأعمال إلى الله كما جاء في الحديث. نعم، أحسنتم، الصلاة على وقتها. يسعى المؤمن لإيصال الخير لمن حوله، فيأمر بالمعروف أم يعتزل الناس أم يراقب الله سبحانه وتعالى؟ يأمر بالمعروف. أحسنتم. من عزم الأمور، من عزم الأمور، الاختيال في السير، الصبر، التكبر على الناس. أحسنتم، الصبر من عزم الأمور، هي صفة من صفات الأنبياء. من الأمور المنكرة رفع الصوت، السير باعتدال، الاجتهاد في العمل. نعم، رفع الصوت كما جاءت كما جاء في سورة لقمان. السنن والرواتب عددها 12 22 32. أحسنتم، عددها 12 ركعة. صلاة نقط من الصلوات المفروضة الضحى أم العشاء أم التراويح؟ أحسنتم، العشاء. من أيام الصيام التطوعي شهر رمضان أم يوم عرفة أم يوم العيد؟ أحسنتم، يوم عرفة. أول ما يحاسب عليه العبد صيامه، أول ما يحاسب عليه العبد صيامه، زكاته، صلاته. صلاته. صلاة نقط نصليها عند تغير الأحوال الكونية، الاستقصاء، الكسوف والخسوف، العيدين. الكسوف والخسوف، هذا تغير في الأحوال الكونية. الخف يشبه الجورب لكنه مصنوع من،
الصوف، القطن، الجلد. أحسنتم، الجلد. الجورب مصنوع من القطن والصوف. من شروط المسح على الجورب أن يغطي الكعبين، الساقين، الركبتين. أحسنتم، الكعبين. مدة المسح على الجورب للمسافر 3 أيام بلياليها، 4 أيام بلياليها، 5 أيام. أحسنتم، 3 أيام بلياليها. يكون المسح على الخفين من نقط القدم، أعلى القدم، أسفل القدم، باطن القدم، أعلى القدم. الجورب هو الحذاء أم الشراب أم الخف؟ نعم، الشراب. ويجب أن يتجاوز الكعبين. التيمم بديل نقط عن الوضوء أو الاغتسال، دائم، مؤقت، غير صحيح. طبعا التيمم بديل مؤقت عن الوضوء أو الاغتسال، فإذا حضرت الماء خلاص، فإذا يعني توفرت المياه فيكون الوضوء والاغتسال بالماء وليس التيمم. خططت قريش لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتشار الإسلام في مكة أم المدينة أم الحبشة؟ المدينة. اجتمع المشركون حول بيت نقط لقتله، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم. حجب الله عز وجل نقط الكفار عن رؤية الرسول، أعين أم آذان أم ألسنة؟ نعم، أعين. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كان نقط راعيا للغنم، وكان دوره إخفاء آثار أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. نعم، أحسنتم، عامر ابن فهيرة. كان نقط خبيرا بالطرق، وكان مشركا، نعم، عبد الله بن أريقط. كان أبو بكر يسير خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليبحث عن الماء يحتمي به، يحميه، نعم، يحميه. كانت رحلة الهجرة إلى المدينة صعبة، غير منظمة، يسيرة، طبعا صعبة. سميت نقط بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها بالمدينة المنورة، نعم، يثرب. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار ثور نقط أيام، 3 أيام، 4 أيام، 8 أيام. أحسنتم، 3 أيام. كانت أسماء بنت أبي بكر تحمل نقط إلى الغار، السلاح، الأخبار، الطعام. أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي الطعام. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار نقط لمدة 3 أيام، ثور أم حراء أم الجبل؟ أحسنتم، أحسنتم، ثور. حلب الرسول صلى الله عليه وسلم نقط بيده الشريفتين، البقرة، الشاه، الناقة، الشاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ صحيح البخاري. وهذا عندما تعجب أبو بكر من رعاية الله وحفظ الله لهما عندما رأى أقدام المشركين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظروا أسفل قدميهم لرأونا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذا حديث صحيح ورد في صحيح البخاري. أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد، أحسنتم، قباء. صحابي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قباء هو علي بن أبي طالب بعد أن قام بتسليم الأمانات لأصحابها. جلست الناقة عند بيت علي بن أبي طالب، أبي بكر الصديق، أبي أيوب الأنصاري، نعم، أبي أيوب الأنصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما تسابقوا ليمسكوا بزمام ناقته: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. وهذا يدل على تفويض الأمر لله. اسم زوجة فرعون أسماء خديجة آسيا. أحسنتم، آسيا.
بنو إسرائيل هم أحفاد هود، يعقوب، صالح، يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وإسرائيل تعني عبد الله. ادعى فرعون أنه إله، نبي، أمير، إله. أمر فرعون بقتل كل نقط من بني إسرائيل، مولود ذكر، مولود أنثى، شيخ، مولود ذكر. عاش سيدنا موسى عليه السلام في بيت أمه، قصر فرعون، قصر وزير فرعون. عاش سيدنا موسى عليه السلام في قصر فرعون. أطلق لقب إسرائيل على نبي الله يعقوب عليه السلام. التابوت هو نقط صغير، سرير صغير، صندوق خشبي صغير، قارب صغير، أحسنتم، صندوق خشبي صغير. جعل الله عز وجل موسى نقط الرضاعة من غير أمه، يقبل، يحب، يرفض، أحسنتم، يرفض الرضاعة من غير أمه. من أجداد موسى عليه السلام يوسف، محمد، عيسى، يوسف عليه السلام، أحسنتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. معنى أدلكم أي أخبركم وأرشدكم، معنى أفشوا انشروا. كتبت صحيفة المدينة في دار أنس بن مالك، وتحتوي على 51 بندا. من يهود المدينة بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع. من بنود الصحيفة، ويجب أن تحفظ هذه البنود جيدا: الوحدة وعدم التفرق، التراحم والتكافل، السلام، والعدل والمساواة، وتقبل الآخر والتعايش معه، والتعاون، والأمان، وحسن الجوار، وكف الأذى. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. التخفيف في العبادات يسمى الرخصة الشرعية. نعم، صواب، صحيح. النوافل أعظم قدرا عند الله من الفرائض. طبعا خطأ، هي الفرائض هي أعظم قدرا عند الله، ومن أراد أن يستزيد فيأتي بالنوافل، ويتقرب إلى الله حتى يحبه فيأتي بالنوافل، فهذه علامة محبة من الله سبحانه وتعالى. حين وصل سيدنا موسى إلى مدين، وجد زحاما شديدا على بئر ماء. صواب، صحيح. من بنود صحيفة المدينة احترام ومراعاة حقوق الجار. نعم. أمر فرعون بقتل أولاد بني إسرائيل من الإناث، خطأ، من الذكور. الكعبان هما العظمتان البارزتان فوق القدمين. صواب، صحيح. عاشت في المدينة قبيلة واحدة من قبائل اليهود، خطأ. رخص الله سبحانه وتعالى المسح على الخفين والجوربين تيسيرا على المسلمين، طبعا صحيح. كان سيدنا موسى ضعيف البنية، خطأ. عقدت الصحيفة في بيت أبي أيوب الأنصاري، خطأ. شب سيدنا موسى في قصر فرعون وهو يعتقد أنه من أهل فرعون، خطأ، كان يعرف أهله. تصلى صلاة العيدين أول أيام العيد بعد غروب الشمس بعشرين دقيقة، طبعا الإجابة خطأ. إقامة الصلاة أولى نصائح لقمان لابنه، خطأ. من وصايا لقمان طاعة الوالدين وتقوى الله، صح. الفجار لا يراعون حق الله ويؤذون الناس، أحسنتم، صح. سورة الانفطار من الصور المكية، صواب. حروف الإخفاء 17 حرفا، طبعا خطأ، هم 15 بس. تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤامرات كثيرة من مشركي قريش، صح. كان دليل النبي في الهجرة عبد الله بن مسعود، خطأ. أخفت أم موسى حملها خوفا من فرعون، صواب، صحيح. تسقط الصلاة عن المريض وغير المقتدر، خطأ، لا تسقط أبدا. سنن الصلاة هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي تزيد على الأركان، صواب. يجب على المسلم القيام بأركان الصلاة، وإلا بطلت
صلاته. صواب، صحيح. عدد تكبيرات الركعة الأولى من صلاة العيد 5 تكبيرات. طبعا خطأ. نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة عرفة. خطأ. نصح لقمان ابنه بخفض الصوت أثناء الحديث. صحيح. من صفات المؤمن التكبر. طبعا خطأ. النون من حروف الحلق. خطأ. الحروف الحلقية هي حروف الإظهار. همز هاء، عين حاء، غين خاء. يوم القيامة تنفجر البحار لعظمة هذا اليوم. صحيح. علامة الإقلاب في المصحف حرف ميم. نعم. وبذلك قد نكون انتهينا من هذه المراجعة، ونتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.